بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على هذا النبي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، ارحم منا كل ضعيف، واشف منا كل مريض، وتجاوز عن سيئاتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبلغنا يا الله مما يرضيك آمالنا. يا ذا الجلال والإكرام، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اللهم قنا السوء بما شئت وكيف ما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تحوجنا إلا إليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. يا ذا الجلال والإكرام، عاملنا بالإحسان والفضل منك وإليك. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت رضا وجنة ونعيما. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، ولا تعذبنا فأنت علينا قدير. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، وهزلنا وجدنا، ولا تحرمنا بركة ما أعطيتنا، ولا تفتنا فيما حرمتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. يا ربنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اجمع شمل المسلمين والمسلمات، وارفع راية الإسلام، راية لا إله إلا الله، في كل بلاد ومكان. اللهم يا رب، نحشرنا في زمرة نبينا، وتحت لواء حبيبنا وقائدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوردنا حوضه، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا. أحبابي في الله،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لهذا اليوم هو ضمن السلسلة التي قمنا بها في هذه الأيام. تحدثنا من قبل عن موضوع فقه الزكاة، وقلنا بأن إخراج زكاة الأموال فيها خير وبركة ونماء، وأن الذي يحبس زكاة ماله يكون سببا في حبس الأمطار من السماء وحبس الخيرات والبركات عن البلاد والعباد. ثم في الدرس السابق تحدثنا عن فضل أكل الطعام الحلال وكونه سببا في استجابة الأدعية، وأن عكس ذلك أكل الحرام وجمع المال بالطرق الحرام يكون سببا في إغلاق باب الاستجابة على العباد. واليوم نتحدث عن موضوع آخر مكمل، وهو حفظ الأمانات التي قال فيها العز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. فما هي الأمانة؟ وما هو فضلها؟ وما الخير العميم الذي يعم على البلاد والعباد حينما يحترم كل مؤمن أمانة التي في عنقه؟ والعكس صحيح لما تقع الخيانة والغدر، ما الذي يقع للبلاد والعباد والمساوئ والمصائب التي تحل بهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. نقوم أيها الأحباب بتفصيل لهذا الموضوع بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، كما سبق الذكر موضوعنا لهذا اليوم حول فضل الأمانة في الإسلام. فما هي الأمانة؟ الأمانة هي الوفاء. يقال فلان أمين، أي وفي، لا يتعدى على حق الغير. المقصود من الأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها. فالمسلم ينبغي أن يعطي كل ذي حق حقه، يؤدي حق الله في العبادة، ويحفظ جوارحه عن الحرام، ويؤدي الودائع والأمانات وما عليه من حقوق اتجاه الخلق. ربنا عز وجل في أول الخلق، في بداية الخلق، الله تعالى قد يجمع السماوات والأراضين والجبال وباقي المخلوقات، جمعهم جميعا وقال لهم: غنعرض عليكم الأمانة، شكل منكم أيتها المخلوقات يقدر يحمل الأمانة. فالسماوات هما سبع سماوات طباق وعظيمة، أشفقت وتخوفت وقالت السماوات: أنا ما نقدر نحمل هذه الأمانة. ثم الأراضين السبع الشداد التي شدت بالأوتاد، أيضا أشفقت وخافت وتهيبت وقالت أيضا: أنا ما نقدر نحمل هذه الأمانة. ثم الجبال الشم، الشوامخ، الصلاب، كذلك شعرت بالمهابة والرهبة من الجبار جل وعلا وقالت أيضا: أنا ما نقدر نحمل الأمانة. الإنسان هو الوحيد اللي تجرأ وقال: يا رب أنا قادر بأن أحمل هذه الأمانة.
لكن هذا الإنسان نسي بأن فيه صفتين خطيرتين إلا كانوا معاه قد يخون هذه الأمانة، هي الظلم والجهل. في نزعة إلى الظلم، يحب أن يأكل مال الغير، يحب أن يميل إلى حقوق الغير، وعنده الجهل، أي أنه مرة رغم يكون من أهل العلم والمعرفة قد جه مرات معينة فينسى كل شيء ويصبح جاهلا بسبب وسوسة الشيطان. الله تعالى ماذا قال في كتابه العزيز؟ قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي هذه الأمانة؟ بعض أهل العلم قالوا الأمانة هنا المقصود بها الاستخلاف في الأرض، الله عز وجل أراد أن يجعل خليفة في أرضه يقيم العدل ويحكم بالقسطاس ويبني ويشيد ويفعل الخيرات، هذه هي الأمانة. بعض العلماء قالوا الأمانة المقصود بها هي حرية الاختيار، لأن جميع المخلوقات هي مفطورة ومجبولة ومبرمجة من عند الله، حتى واحد فيهم ما يختار إلا الإنسان طبعا والجن، هم اللي عندهم حرية الاختيار. هذه الأمانة هي خلق جليل من أخلاق الإسلام، وهي أساس من أسسه، وهي فريضة عظيمة افترضها الله تعالى على العباد. لهذا سبحانه وتعالى لما خلق الأنبياء أول صفة مطلوبة في النبي أن يكون أمينا، لأنه سوف يحمل وحي الله إلى العباد، وهذه أمانة عظيمة، نقل الوحي من الخالق سبحانه وتعالى إلى العباد من أجل التكليف. فلا بد أن يكون النبي الذي يقوم بهذه المهمة أن يكون صادقا ويكون أمينا. ولعظم هذه الصفة كانت ملازمة لجميع الأنبياء والمرسلين، فكان كل نبي إذا جاء إلى قومه كان يقول: إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. مثلا سيدنا يوسف عليه السلام لما أراد أن يتولى تدبير الشؤون المالية في مصر ماذا قال للملك؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. جاوب الملك فقال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فالأمانة ملازمة لكل الأنبياء. سيدنا موسى عليه السلام الكليم لما كان مع تلك المرأتين من بنات شعيب قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فسيدنا موسى معروف بالقوة وبالأمانة، وقد لاحظت البنتين أو المرأتين أخلاقه وصدق إيمانهم، فطلبوا من أبيهما لكي يستأجر سيدنا موسى عليه السلام. وهكذا كل الأنبياء الصفة الملازمة لهم هي الصدق والأمانة، لأنهم سوف يتحملون أعظم أمانة، أمانة التبليغ، تبليغ وحي الله وأحكام الله وشرائع الله لعباده المؤمنين. ولعل أبرز من اتصف بالصدق والأمانة هو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل تولى منذ البدء تربيته وتأذيبه، فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وأعظمهم أدبا، حتى أنه في أول الإسلام أو قبل الإسلام لما كان في طفولته وفي شبابه اشتهر بين أهل مكة بالاستقامة والصدق والأمانة، فكان يلقب بالصادق الأمين. معروف أنه قبل الإسلام وقعت واقعة غريبة ما يسمى بقصة الحجر الأسود
التي تنازع حولها أهل مكة من يحمل الحجر الأسود إلى مقامه، وحاولوا أن يتقاتلوا بالسيوف، فقالوا أول واحد غيدخل من الباب يحكم ونحن نرضى بحكمه. فكان الذي دخل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عمره حوالي 20 سنة. فقالوا هذا الأمين رضينا بحكمه، كان معروفا بأنه كان أمينا وصادقا قبل الإسلام، لهذا الله تعالى اختاره على باقي الخلائق بأن أودعه أمانة القرآن وأمانة الإسلام. أهل مكة حتى الكفار منهم اللي عنده شي متاع أو ودائع ثمينة وخاف عليها وبغي يعطيها لشي واحد أمين، كان يعطيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه اجتمعت عنده ودائع كثيرة لكفار قريش، وكان يحافظ عليها ويردها كاملة غير منقوصة لأصحابها. ولما أكرمه الله بالإسلام ورفض كفار قريش هذا الدين وأذن الله له بالهجرة من مكة إلى المدينة، كان عليه أن يرد الأمانات إلى أهلها، رغم أنهم كفار وآدوه لابد أن يرد الأمانة إلى أصحابها. فكان منه صلى الله عليه وسلم أن كلف ابن عمه علي ابن أبي طالب حتى يتخلف في مكة ويبقى بعده ليرد الأمانات إلى أهلها. وهكذا بقي صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأمانات في كل وقت وحين. ولما هاجر إلى المدينة كان يخطب في أصحابه في كل وقت ويقول: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الإنسان اللي يضيع الأمانة للآخرين هذا ناقص الإيمان، والذي ينقض المواثيق والعهود للآخرين هذا لا دين له أو ناقص الدين. صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبدأ يقسم المهام، لأن المدينة دولة وهذه الدولة فيها مؤسسات وفيها إدارات، فكان صلى الله عليه وسلم يضع العمال والولاة وقادة الجند وغيرهم من المسؤولين، وكان يوصيهم بأداء الأمانة. مرة جعلت أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان صحابي جليل رفيع المقام، قال لي: يا رسول الله، قال له: ألا تستعملني، تنجعلني عامل من العمال على بعض الأقاليم؟ فضرب على منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. والصحابة رضي الله عنهم بأن الذي ضعف في تدبير والتسيير بلا يمشي يرمي نفسه في الأمانة ديال المصالح العامة، لأنه سوف يضيع مصالح الناس، إما لقلة خبرته ومهارته، وإما لضعفه وعدم قدرته على التواصل مع الآخرين، وبالتالي يضيع مصالح الناس. ما دمت أنت ضعيف وأنت صالح فاجعل صلاحك لنفسك ولا تجعل ضعفك على الآخرين. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر أن لابد أن يكون الإنسان المناسب في المكان المناسب. كان يقول: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إلى شي واحد المؤسسة عظيمة أو إدارة أو وزارة أو عمالة أو ولاية أو إقليم أو غير ذلك، إذا كان الذي فوقه ليس من أهله فانتظر الساعة. ليس الساعة المقصود بها القيامة، وإنما ساعة خراب تلك المؤسسة أو تلك الإدارة أو الشركة أو البلاد. فلا بد أن يكون المسؤول يحترم الأمانة وعنده من الخبرة والمهارة لأداء هذه الأمانة. وكان صلى الله عليه وسلم حينما يوزع المهام
على صحابته الكرام، بعض منهم كيجعلوا موظفين او مسؤولين، فكان شي واحد فيهم كيتخلص من بيت المال، لكنه كيقول لهم هذا لكم وهذا اهدي الي. فقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. الانسان اللي هو موظف في ادارة او شركة ثم يتقاضى اجرا على ذلك، ثم يبدأ يختلس من مال تلك الشركة او الادارة ويتربح، هذا يعتبر بانه يكتسب مالا غير مشروع. فقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ به فهو غلول. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يؤكد على حفظ الأمانة، لأن قوام البلاد وأمن البلاد واستقرار البلاد والخير الذي يعم على الجميع يكون بحفظ الأمانات. آخر وصية أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، أوصى بالأمانة، صعد فوق جبل عرفات وقال: أيها الناس، أتدرون ما يومكم هذا؟ ما شهركم هذا؟ ما بلدكم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: مما قال؟ ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليه. وبسط يديه صلى الله عليه وسلم وقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ثم قال: اللهم فاشهد. ثم قال: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن رب مبلغ أسعد من سامع. هكذا صلى الله عليه وسلم يأمر بحفظ الأمانات. ولعل أعظم آية في القرآن الكريم، والقرآن الكريم كله عظيم وكل آيات عظيمة، لكن بعض الآيات مخصوصة، منها قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الله جل جلاله سميع وبصير لكل ما يقع ويحدث. هذه الآية العظيمة لماذا اكتسبت هذه الخاصية؟ لأنها نزلت في داخل الكعبة المشرفة. القرآن الكريم بعضه نزل في السفر، بعضه في الحضر، بعضه بالليل، بعضه بالنهار، بعضه بمكة، بعضه بالمدينة، لكن هذه الآية العظيمة نزلت بداخل الكعبة المشرفة. لما دخل صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا ودخل المسجد الحرام وطاف حول الكعبة، أراد أن يدخل داخل الكعبة، بحث عن المفتاح فلم يجده، فسأل صلى الله عليه وسلم: مع من المفتاح؟ قيل: مع رجل كافر من أهل مكة يسمى عثمان ابن طلحة. رسول الله بعث علي بن أبي طالب، قال لي: سل عنه وقل لي يعطيك المفتاح. سيدنا علي قوي، والمسلمين دخلوا مكة بالقوة، والكفار كانوا في موقف ضعف. سيدنا علي قال لعثمان بن طلحة: ناولني المفتاح، ما بغاش يعطيه ليه. سيدنا علي قال لي: اعطيه ليا ونعاود نردو لك، ولكن في قرارة نفسه يقول بأن الكافر لا عهد له ولا أمانة. فأعطاه المفتاح، وفعلا سيدنا علي ينوي أن لا يرده. ففتح باب الكعبة المشرفة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى داخل الكعبة، وجد العشرات بل المئات من الآلهة والرسومات والأصنام، كسرها وطهر الكعبة المشرفة، ثم صلى ركعتين. فجاءه جبريل داخل الكعبة وأنزل عليه هذه الآية العظيمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، قال: إن الله يأمركم
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعدكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من داخل الكعبة وأخبر الصحابة بهذه الآية العظيمة. سيد علي خاض المفتاح وبدك يقلب على ذاك الرجل الكافر عثمان ابن طلحة، القاه وقال لي خذ المفتاح ديالك. قال لي يا علي ما حملك أن تعيده إلي؟ أنا من قبل شفتك بأن العينين ديولك فيهم الغدر وكنتي ما غتعطينيش المفتاح، فما الذي جعلك تعطيني المفتاح الآن وتقلب علي وتراضيني؟ قال لي صدقت، أنا ما كنتش بغي نعطيك المفتاح لأن الكافر لا عهد له ولا ذمة، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنزل عليه اللحظة آية عظيمة يأمرنا بأداء الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذه أمانة ختمة عندك أنا غردها لك. قال لي ولو أنني كافر؟ قال لي ولو أنك أنت كافر. فتعجب عثمان بن طلحة وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الملأ والناس مزدحمين حول الكعبة المشرفة، وقال لي يا محمد إني لأعلم أن هذه الأخلاق ليست بأخلاق دعي ولا شاعر ولا مجنون ولا كاهن، هذه أخلاق النبوة، وإني أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك يا محمد رسول الله. وقال لي يا رسول الله خذ المفتاح. الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم وقال الحمد لله الذي شرح قلب عثمان بن طلحة للإيمان. قال لي يا عثمان دع المفتاح معك وسيبقى معك ومع ذريتك إلى يوم القيامة، لا يأخذه منكم إلا شقي أو منافق. فهذه النعمة العظيمة بقي عثمان بن طلحة عنده المفتاح، وإلى يومنا هذا ما زال هذا الرجل الحفدة ديولو إلى يومنا هذا ما زال عندهم المفتاح في العربية السعودية، هم يتوارثونه أبدا عن جد للذكور دون الإناث. فهذا الحدث يبين لنا قيمة الحفظ للأمانة، والعكس دي الحفظ الأمانة هو الخيانة، الله تعالى نهى عنها فقال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللي كيخون الأمانة ديال الناس راه خان الله تعالى، ثم خان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينتسب إلى دينه. أخبرنا الله عز وجل أن بني إسرائيل في هذا المجتمع انتشر فيهم الخيانة من أسباب هلاكهم ومن أسباب اندثار دينهم، وهو الخيانة. كان منهم الصالحين العلماء الفضلاء اللي كيحافظوا على الأمانة، ولكن الكثير منهم اشتهروا بضياعها. كيقول الله تعالى ومنهم من إن تامنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تامنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. بعض الصالحين من بني إسرائيل كان تعطيه قنطار ديال الودائع ويردوا لك، ده تقول لي بغيت يقول لك هكا بسم الله الله يربحك، في حين إلى كين اللي تعطيه غير دينار وكيديه لك ويقسم بالله بأنه ما خدم لعندك والو، يحب أكل أموال الناس بالباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة غريبة ديال بني إسرائيل، رجل من الصالحين ديالهم، ذكرها الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذكر بأن رجل من بني إسرائيل بغى يتسلف خاصه ألف دينار، بدك يقلب شكون اللي سلفوا ألف دينار. لقى واحد الرجل توا من بني إسرائيل من الأترياء من الصالحين، قال لي سلفني ألف دينار. قال لي خصني الدليل والبرهان. قال لي ائتني بالشهداء أشهدهم. قال لي كفى بالله شهيدا. قال لي وخا ائتني بالكفيل. قال لي كفى بالله كفيلا. هما كانوا في سفر ما كاين لا شهيد ولا كفيل ولا كاتب يكتب هذا الدين.
فالرجل من الصالحين سمع كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، فقال له خذ هذه البركة، ها هي 1000 دينار. خذها ومشى الآخر سافر، مشى في البحر وقضى الحاجة دياله ودوز التجارة اللي بغى وربح اللي ربح، وجا الوقت اللي خصو يسدد، جا الأجال ديال الدين اللي يردو إلى أصحابه، لأن من صفات المؤمن أداء الأمانة في وقتها في الأجل المحدد. جمع ديك البركة 1000 دينار ومشى للميناء كيقلب على المركب على الباخرة اللي غتوصلوا للبلدة الأخرى. ديك الأيام كان البرد قارس وكانت الرياح والسفن كلها ممنوعة باش تخوض البحر. فقال يا ربي هاد السيد درت معها الموعد في هاد النهار خصني نرديه فلوسه، وكسبان الرياح شديدة والمركب ما غيمشيش على أيام وليالي، هو كينتظرني وانا وعدته وقلت له كفى بالله شهيدا وقلت له كفى بالله كفيلا ووكيلا، يا ربي إني أستودعك هاد الأمانة. خذ واحد الخشبة نقرها من الداخل وضع فيها 1000 دينار، ديك الأمانة وضع في الخشبة، وكتب واحد الورقة صحيفة كتب فيها بأن هذه المال من فلان إلى فلان، ومن بعد زج موضعها دل واحد بلاستيك وغلفها مزيان، ثم جل البحر وقال يا ربي إنك تعلم أني قد تسلفت من فلان 1000 دينار ورضي بي وجعلتك أنت هو الشهيد والكفيل، يا ربي أنا غرميها في البحر ووصلها لي، اللهم إني أستودعكها، فرمها في البحر بيقين. والبحر بدأت الأمواج كتمشي ودات هذيك الخشبة اللي فيها 1000 دينار وفيها الورقة. الرجل صاحب المال عار بأن الموعد خصو يحصل، وقف في الميناء ديال البلدة دياله في الضفة الأخرى كينتظر الباخرة توصل. الباخرة ما وصلتش، وذاك الرجل اشتد به الفقر لدى فلوسه اللي عنده مشاو ليه. واحد اللحظة انتظر إلى غروب الشمس حتى باخرة ما وصلت، يتبني واحد الخشبة غريبة كتسبح في الأمواج. أخذ تلك الخشبة وجابها للدار ديالو جففها وقال المرض ديالو راكي البرد والقارس والمطر، أجي ناخذوا هذه الخشبة هذه ونجعلوها حطب. فقام بتكسيرها، فلما كسرها وجد بداخلها صرة فيها 1000 دينار ولقى فيها ورقة من فلان إلى فلان. فتعجب الرجل وقال والله فلان كان صادقا للوعد، في الوقت المحدد رد علي رزقي. لكن صاحب المال الأول اللي أعطى الفلوس وصيفتهم كينتظر في السفينة قال محالش غتوصل لك الفلوس، مع ذلك جمع 1000 دينار أخرى وملي هدأت الأجواء ركب في السفينة وجاء عنده الدار وقال لي هاك 1000 دينار ديالك. قال لي كلا، فإن الله تعالى قد أذى عنك لما بعدت لي بالخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا وكرم الله عز وجل. هذه قصة رواها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل، أنهم كان فيهم الصالحين، منهم من إن تامنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تامنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. الغاية باش يعلمنا واحد نموذج رائع يكون لنا أسوة ويكون لنا قدوة في السلوك ديالنا للحفاظ على الأمانة. أحبابي في الله نبقى مع فاصل قصير ثم نواصل، فابقوا معنا. بصحة البيعة وشرية. الله يعطيك الصحة سيدي. إيوا خاصك تروج هاد الفلوس اللي ربحتي. عندك صح، بغيت أرض نبني فيها ونسكن وندير محل فيه نبيع ونشري. دير بحالي، عليك مشروع باساتين البيضاء أنوار المستقبل، بقعة أرضية تبني فيها 3 طوابق في مساحة ابتداء 160 متر كاري أو 5 طوابق في مساحة ابتداء 280 متر كاري، وهذا الشيء زائد سفلي تجاري وراهم بداوا في الأشغال بالأراضي. إيه خدامين في الشونتيي، وهذه هي الهمزة. دابا دويتي، راه مكتب البيع مفتوح 7 أيام على 7 أيام. للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 052 87 77 أو 0522 57 77. ثمن مكالمة محلية. بساتين البيضاء للسكن والاستثمار أحسن اختيار. مع
المحلل دكتور مامون مبارك دريبي المختص في شؤون الأسرة والطفل تعرفوا على كل ما كيخص الصحة النفسية لأطفالكم. عندي واحد الوليد عنده 15 تبارك الله. اسمس أخو لطيفة من قلمي ما كتقول أنه ولدها عنده 16 سنة مؤخرا يعني ولات كتحس عليه الكذوب بزاف يعني تغير ما بقاش باغي. هي في حبها لولادها راها مطلقة. النسر واش كيولد نسر ولا كيولد حمامة؟ بيان سور غادي يولد نسر بحال هكا. حتى لا العود عنده هاد القدرة كيمص الطاقة السلبية اللي في الواحد. جا غارسون دو 14 ans كيقول لي يا ماما بغيت نتزوج شاك جور. قول لي حتى أنا باغا نتزوج أوليدي معاك. مع المحلل كل يوم سبت صباحا مباشرة على ميد راديو من 10:30 حتى 12:30 زوالا على ميد راديو إذاعة الأسرة المغربية. برنامج سيدتي سادتي كيرافقوا مع الإذاعة القريبة منكم ميد غاديو مع مختصين وبفقرات متنوعة موضة ديكور وبريكولاج. سيدتي سادتي من 12 حتى الوحدة مع عفاف ماجد على ميد غاديو. الدين والحياة، الدين والحياة مع طيب الكريبان على ميد غاديو، على ميد غاديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، ما زلنا نتحدث عن فضل الأمانة في الإسلام، والله عز وجل قد أثنى على المؤمنين الصالحين الذين يحفظون الأمانات، وقد كتب لهم الفلاح والرشاد في الدنيا والآخرة لأنهم يرعون أماناتهم ويؤدون حق الأداء. الله عز وجل قال في سورة المؤمنون كيمدح المؤمنين عامة فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون. أفلحوا، فازوا. من هم؟ ذكر صفات كثيرة من بينها قال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. من صفات المؤمنين المفلحين أنهم لأماناتهم وعهدهم راعون. هؤلاء ما هو جزاؤهم؟ قال فيهم الله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك، هذا اسم إشارة للبعيد، يعني مقامهم رفيع عند الله. أولئك هم الوارثون، يعني الإرث الحقيقي راهو في الدار الأخيرة. حنا في الدنيا عندنا واحد الورث اللي هو غير مصغر، كيموت الأب كيورث ولاده وكيفرحوا ملي كيورثوا، ربما كيظنوا بأن هذا الشيء غادي يدوم، لكن هذا كله خيال. الإرث الحقيقي هو إرث الإيمان واليقين، وفي الدار الآخرة هذاك هو الورث الأبدي. أما الإرث تاع الدنيا راه غير كينتقل من أب إلى ابن إلى حفيد إلى حفيد حفيد، حتى واحد ما كيدي معاه شي حاجة. كلنا كندخلوا إلى الدنيا حفاة عرات وكنخرجوا منها حفاة عرات، لكن الإرث الحقيقي هو الدار الآخرة. الله عز وجل غادي يكتبها للمؤمنين الصادقين إلى الأبد، غادي يكتب لهم الفردوس الأعلى والخلود الأبدي. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حيت كانوا كيرعوا الأمانات وكيرعوا العهود والمواثيق، وقال فيهم الله عز وجل في آية أخرى: أولئك في جنات مكرمون. في جنات مكرمون، ربي غادي يكرمهم ويرفع المقام ديالهم. هاد الأمانات اللي تكلمنا عليها ما هي؟ هي أمانة الاستخلاف، وهي أمانة حرية الاختيار، وهي أنواع وأشكال. أول أمانة نسأل عنها غدا يوم القيامة، الأمانة ديال الاعتقاد. بعض الناس عنده عقيدة فاسدة، خاصنا نراجعوا العقيدة ديالنا وتكون عقيدة مرتبطة بالقرآن الكريم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التوحيد والإخلاص واليقين. الله تعالى في كتابه العزيز خبرنا بأنه عقد بيعة، البيعة الكبرى، لما خلق الله آدم في الجنة مسح على ظهره فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وأشهدهم على أنفسهم. واش أنا هو الله تعالى ربكم؟ كلنا قلنا نعم يا ربنا، فقال لنا حذاري حذاري، جي يوم القيامة ألقاكم كتعبدوا وتن أو معبود آخر غيري. قال الله عز وجل:
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الناس اللي كيشركوا بالله تعالى ضيعوا أمانة الاعتقاد أيام زمان كيعبدوا الأوتان والأصنام. احنا اليوم في عصرنا الكثير منا ربما يعتقد اعتقادات فاسدة، من بينها لا أقول الكثير منا بل القليل منا، فالكثير الحمد لله في الغالب عندهم عقيدة سليمة، لكن البعض ربما يؤمن بأن هناك مخلوقات تضر وتنفع، تعطي وتمنع، وهذا خطأ كبير. الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع هو الله عز وجل. بعض الناس كيعتقدوا في الأضرحة، البعض كيعتقد في الأموات، البعض كيعتقد في بعض الأوتاد، واحد الصخرة أو تراب فيه واحد الشفاء، البعض كيعتقد في الأبراج بأنها تؤثر في مصير الإنسان. هذا كله من الأمور الفاسدة، لابد أن نصحح العقيدة لأنها أمانة سوف نسأل عنها غدا يوم القيامة. الأمانة الثانية هي أمانة العبادات. الله تعالى شرع لنا عبادات وفرضها علينا، ولا بد أن نؤدي التكاليف الإسلامية كما ينبغي وكما سنها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ونحافظ عليها، منها الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وغيرها من الفرائض، خصوصا الصلاة، لأن من صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله. الصلاة كل يوم كتدعي لصاحبها، تدعو له أو عليه، إلى أدها في الوقت المناسب مع الجماعة في المسجد بخشوع واطمئنان، كتقول له حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني، حتى الله تعالى قال لنا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فكل واحد أدى الصلاة في وقتها بخشوع واطمئنان قد قل لي حفظك الله كما حفظتني، أدى الأمانة. واللي ضيع الأمانة وما صلاش حتى خرج الوقت، أو أنه جمع الأوقات كل تل آخر اليوم، أو قد لا يصلي بالمرة، هذا تقول له صلاته ضيعك الله كما ضيعتني، ضيعك الله كما ضيعتني، نسأل الله السلامة والعافية. فالصلاة كما قال سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هؤلاء اللي ذكرهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم المبشرين بالنار. كاينين المبشرين بالجنة عشرة، وكاين المبشرين بالنار منهم فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف وغيرهم. فمن حافظ على الصلاة حفظ دينه، ومن ضيع الصلاة كان لما سواها أضيع. ثم هناك أمانة أخرى، أمانة الجوارح، حفظ الجوارح. فالأعضاء كلها أمانات، العين أمانة لابد أن يبقى النظر ديال العبد المؤمن فيما يرضي الله، السمع أمانة لابد أن أسخر سمعي فيما يحب الله، اللسان أمانة لابد أن أتكلم بما يرضي الله، كل الجوارح هي أمانات. قال صلى الله عليه وسلم العين تزني والقلب يزني، وزنا العين النظر، وزنا القلب التمني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالجوارح الإنسان مسؤول عنها، خاص لا بد يحفظها، خصوصا أمانة اللسان. اللسان كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يقول كلمة طيبة لا يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجات، إلى غلق الكلمة طيبة دون أن يكون رد لها البال، ربي كيتقبلها منه وكيرفع درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا،
يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. إذا الكلمة اللسان أمانة، أعطاك الله واحد اللسان حفظه. رب العباد ماذا قال لنا؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. معظم المشاكل والخلافات العائلية سببها اللسان. كيقدر يكون الزوج كيقول كلمة جارحة ما تقبلها الزوجة وكتلتفض وكتمرض، وربما كيكون رد فعل سيء، أو العكس الزوجة كتطلق اللسان ديالها وتقول أي كلام. وبالآباء والأمهات أيضا والأولاد كتوقع مشادات كلامية، وبالجيران وبالأصدقاء وفي الصحافة والإعلام في الانترنت، يعني كاين مواقع متعددة ملاسنات خطيرة. اللسان أمانة، اللي أعطاه الله اللسان ديالو لابد أن يحرص على أن يختار الكلمات الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. الله عز وجل غادي يبين واحد المثال عظيم للأمانة ديال اللسان والأمانة ديال الكلام. قال لنا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا غمتا الكلمة الطيبة جعلها بحال الشجرة الطيبة، الأصل ديالها ثابت في الأرض، شد الجذور ديالها والأغصان ديالها والفروع في السماء ممتدة، ديما الخير موجود فيها، كل شيء كيأكل وكيشرب وكيحمد الله تعالى على هذا النعم. والعكس هي الكلمة الخبيثة. قال لنا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فالإنسان يحرص على اللسان دياله، ملي يتكلموا الأزواج بعضياتهم يختاروا الكلمة الطيبة، ملي يتكلموا الأباء مع الأولاد يختاروا الكلمة الحسنة، ملي يتكلموا الجيران بعضياتهم يسوي الأمور بالتي هي أحسن، ملي يتكلموا الناس في الإعلام في الصحافة الإلكترونية أو المكتوبة أو في مواقع ديال الفيسبوك، يعني يعرفوا بأن ذلك أمانة عند الله تعالى، ما نكتبش أي كلام وحاسب به يوم القيامة بين يدي الله تعالى. إذن نحرص على هذه الأمانة. ثم هناك الأمانة في الأسرار. بعض الناس كيجي لعندك يعطيك واحد الخبر كيقول لك راه وقع كذا كذا كذا، انت كتاخذ سخونة وكتمشي تبلغ الآخرين. سر من أسرار الناس تقوم بفضحه ونشره. هذا موجود الآن كثير في المواقع الإعلامية، كلقوا بعض الناس كيبغي يحقق واحد السبق صحفي فكياخذ واحد الخبر غير يقيني فيقوم بنشره بسرعة، ثم يتلقفه الناس ويعتبرونه حقيقة. هذه أمانة تسأل عنها غدا يوم القيامة، فلابد من التحري. هذا إذا كان الأمر مختص بالشأن العام والمصالح العامة، أما إذا كان الأمر خاصا للشخص فلا يجوز على بأي وجه أن نفشي هذا السر. وأخطر الأسرار هي لما يكون الزوج مع الزوجة دياله وكيمشي يحكي ما وقع بينهما، وهذه واقعة كثيرة في المجتمع. كتلقى الزوج جالس في المقهى وكيعود مع أصحابه وكيقول لهم درت كذا وكذا وكذا، وكتلقى الزوجة جالسة مع الصديقة ديالها وكتحكي لهم عرقت مع زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته والمرأة تفضي إلى زوجها ثم ينشر سرها وقد بات الله يسترهما. الله ستره هو يفضحه بين الناس. هذا أيضا أمانة حفظ الأسرار راهي مطلوبة في دين الله تعالى. ثم هناك أمانة العمل. إنسان خدام في واحد العمل معين لابد أن يتقنه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أنا خدام في واحد القطاع معين لابد أتقن العمل ديالي. الأستاذ عنده أمانة ديال التعليم التلاميذ والطلبة، فهذه الأمانة جسيمة عند الله، وكلما رعاها يرفعه الله إلى أعلى مقام يجعله من الوارثين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
الامانه ديال التنقيط غير قتل الطلبه، خاصو يعطي الامانه المطلوبه ما يضيعهمش في النقط، وكذلك ما يزيدش فوق الحد حتى لا يؤذي الاخرين. الشرطي اللي هو في المرور عنده امانه، خاصو لابد يحافظ على سلامه المواطنين ويحافظ على احترام الاشارات الضوئيه، ولكن بالمقابل لا يجوز له ان يعتدي ويلفق تهم لبعض الابرياء. ايضا الجندي عنده امانه لكي يحفظ تخوم ديال الارض ديال البلاد، فلا بد ان يحفظ هذه الامانه وله الاجر والثواب، لان الجندي والشرطي وغيرهم هادو عيونهم مفتحه، عندهم اجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث اعين لا تمسها النار ابدا، عين بكت من خشيه الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاللي كيقوم بالامن سيكوريتي، اما رجل امن خاص او عام او شرطي او جندي او غير ذلك، يحفظ مصالح الناس وامنهم واستقرارهم، فهو في عباده، فعليه ان يحافظ على هذه الامانه. وهكذا التلميذ عنده امانه، والزوجه امينه في بيت زوجها، وكل واحد منا هو امين. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول، سوف يسأل يوم القيامة عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان إلى عنده واحد العمل يعتبره أمانة، ورغم أن الأجرة تكون قليلة، بعض الناس كيقولوا واحد الكلام، هما كيديروا كيف بحالا كيخلصونا وحنا كنديروا بحالا كنخدموا، يعني هذا كله ضياع في ضياع. أنا كنخدم وراضي وعندي أمل بأن الله عز وجل يفتح لي أبواب الرزق، يعني ماشي ضروري أنني أخون الأمانة لأنهم ما كيخلصونيش، لأنهم ضيعوني في حقي. إلا ضعت في حقي عندي وسائل مشروعة أطالب بها بالحق، لكن لا أمد يدي إلى الخيانة. نقدر نتكلم نحتج بالتي هي أحسن حسب الإجراءات المعمول بها معروفة سلمية، وربي غادي يفتح أبواب التيسير. ما جابش الله أتوجه إلى الخالق عز وجل، وعنده صندوق، هناك صندوق إلهي كيتسمى صندوق التعويض الإلهي، بحال صندوق التأمين وصندوق التقاعد وصندوق الإيداع والتدبير اللي معروف. كذلك في الدين عندنا صندوق التعويض الإلهي، هذا في الدنيا اللي ضعت لك، والله الذي لا إله إلا هو يعوضها لك الله تعالى بالتمام والكمال، وقد يعوضها أضعافا مضاعفة، ويرزقك من حيث لا تحتسب. فلا أستغل ظروفي الصعبة وأمد يدي إلى أموال الآخرين وأخون، أشكو همي إلى ربي وإلى خالقي، وهو كفيل بأن يغنيني بفضله عمن سواه. كذلك أيها الأحباب، هناك الأمانة في البيع والشراء. الناس كيبيعوا وشريوا، تجار، وكتلقى ربما يغش في التجارة، ربما غادي يبدل توجيهها مزيادة، والداخل كله فاسد، أو أنه يطفف في الميزان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقى واحد الرجل كيبيع الطعام توجيهها مزيانة، ولكن ملي دخل سيدنا محمد يدو الداخل لقاه مملول بالماء، فقال لي: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال لي: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ فلا بد أن الإنسان يكون صادق في عرض بضاعته بين الخلق. وكذلك من الأمانات الأمانة ديال الودائع اللي هي معروفة عند الجميع. واحد يعطيك أمانة، أعطاك فلوس، أعطاك ذهب، أعطاك وثيقة، هذه أمانة لا بد أن تحفظها. البعض منا عنده هاتف نقال، كيحط الهاتف النقال كيمشي يقضي غرض، كيجي واحد اخر كيفتح الهاتف النقال كيقرا لي ميساج، كيقرا الارقام، كيقرا الاسرار الداخليه، هذه امانه ما يمكن لك تعرفها. الان كاين مواقع الكترونيه، كل واحد عنده حساب في الموقع الالكتروني، في البريد ديالو كاين اللي كيدخل ويقلب الاسرار ديالو، هذه امانه. اي امانه اعطالك الانسان خصك تحفظها، تعرف بأن الله عز وجل سميع بصير. وإلا كانت أمانة نقدية أو غيرها، وأديها إلى أصحابها.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قلد من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. لخدش أمانة هو ناوي في قلبه أنه غادي أديها ربي سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو ربي غادي يعاونه غادي يحفظه وما يخاف ما يحزن، لأن الله تعالى معه، من كان مع الله كان الله معه. من أخذها يريد أداءها أداها الله عنه، لكن اللي خاضها وفي النية ديالو أنه غادي يسرق وغادي يبدل وغادي يتلف أتلفه الله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع بي ثم غدر أو باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منهم ولم يوفي أجرهم. واحد استغل الصفة دياله، رجل متدين لبس الجلباب وعنده اللحية وعنده الدينار، ملي كتشوفه كتقول هذا رجل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا كنحترموهم وكنحبوهم، فلابد من التقدير. لكن قد بعض الناس منهم الله يغفر لنا جميعا قد يأتي ويستغل هذه الصورة ويأخذ أموال الناس. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: هذا من الثلاثة الذي أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه. كان شي واحد كيدير العبيد وكيتصرف تصرفات مشينة لأكل أموال الناس بالباطل. والثالث رجل استأجر أجيرا، جاب واحد الخدام عنده في الدار يخدم ليه ولم يعطيه حقه لأنه ضعيف، أعطى غير اللي قسم الله تعالى وكل اللي عراقه. قال هذا كله أنا خصمهم يوم القيامة، أنا اللي غنوقف وغنقول لي يا فلان أدي لفلان. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا. من الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن اللي كيخون الأمانة راه فيه خصلة من النفاق والعياذ بالله. قال: أربع من كان فيه خصلة واحدة كان منافقا خالصا. قال: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. اللي في هذه الخصال كلها هذا منافق خالص، واللي في غير واحدة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث مع الناس يكذب، فما زال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإذا خاصم فجر، ملي كيتخاصم دغيا كينفعل وكيبدي يهرس في الموائد ويرمي بالحجارة ويفعل المصائب. فكيقول لك هذا إذا خاصم فجر، الإنسان تخاصم على الأقل يلعى الشيطان ويكون لين. وإذا عاهد غدر، ملي كيعاهدك دغيا كيغدرك، هذا في خصلة من خصال النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. نختم أيها الأحباب الكرام وأذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد أن يشارك معنا. أرقامنا 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-50 أو 51. نختم بقصة طيبة مباركة فيها صورة فيها إشراق وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بأن واحد الرجل عنده واحد الأرض عقار وفيها أرض بغى يبيعه، ورجل تقي وصادق، والرجل الثاني اللي بغى يشري هو رجل تقي وصادق. ملي تبايعوا بعضياتهم وشرى الأرض وشرى العقار ودفع ليه الثمن وتفرقوا كل واحد مشى في حاله، مول الأرض بدا كيحفر ويلقى واحد الذهب مدفون في ديك الأرض. خد ديك الذهب ومشى عند صاحب الأرض قال لي: خذ الذهب ديالك، أنا شريت منك غير الأرض والعقار والذهب ما شريتوش، حفرت ولقيته فهو لك. مول الأرض ومول العقار قال لي: لا، أنا بعتك الأرض وما عليها وما فيها. فكيقول لي: الذهب من حقك أنت. فتجادل ومشاو للمحاكمة، تحاكموا عند واحد الرجل صادق. فقال لهم شي حل، واش هذا الذهب غياخذوا مول الأرض اللي شراها ولا غياخذها الملك الأصلي اللي باعها؟ قال لهم: هل كل منكما غلام، يعني شي ولد وبنية؟ فعلا كان أحدهما عنده ولد في سن الزواج وكيقلب لي على عروسة وما لقاهاش، والثاني كانت عنده بنت في سن الزواج وكيقلب لي على عريس وما لقاهاش، وربي سخر لهم الأسباب.
قال لي اذا زوج ابنك لابنه فلان واعطوهم داك الذهب يبداو به حياتهم ويتصدق منهم. فكانت هذا السبب مفتاح للفرج. كان عنده بنته عندها عكس في الزواج والاخر كان عنده ولده عكس في الزواج، لكن لما ادى الامانه وكان صادق الله تعالى يسر وجمع المتفرقين وعاش حياه طيبه. اذا ايها الاحباب اقول لكم جميعا هذه فرصه طيبه ان كل واحد منا يراجع نفسه، يحافظ على الامانه، يؤديها لاصحابها. فاذا كان هذا الرجل سبق لي او المراه سبق لي خل الامانه، يستغفر الله تعالى كثيرا، يكثر من الاستغفار، ثم يحرص ان يرد الحقوق الى اصحابها، فان الله تعالى غفور رحيم. واللي عجز على انه يؤدي هذه الامانه اذا كان صادق فان الله تعالى يؤذي عنه. فنبقى مع هذه الانشوده الطيبه على ميد راديو. على ميد راديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل، نذكركم بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل والاستفسار والمشاركة أو الإضافة والتصحيح، فمرحبا بالجميع. أرقامنا 05-22-43-00-09 أو 05-22-46-50-51. أول مكالمة من الدار البيضاء مع أم ياسين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. شو كدير لبس عليك؟ مرحبا للا، حياك الله. حياكم الله للا. أستاذ سؤالي على الأمانة، أنا فتولتك هذه تقريبا شي عام، كانت واحد السيدة كتقرأ معايا في المسجد. نعم. وكانت الأستاذ بغات تثبت واحد ربعة ديال الصور، خمسة ديال الصور بغات تثبتهم، هي حفظهم الله يرحمها وبغات تثبتهم. نعم. قالت لي يا بنيتي إلا رجعتي إن شاء الله غادي تثبتيهم معايا. نعم. هي ماتت. ما شاء الله. كانت ماتت في عرفات. ما شاء الله. كنت سولتك أنا قلت لك واش نحفظهم؟ قلت لي حفظيهم. نعم. دابا أنا حفظت ثلاثة منهم. نعم. تبارك الله الكمية ديال العيالات حفظوهم. وانا كنت انسحبت من ديك الجامع ورجعت لنا يدير هي باش نحفظهم. تبارك الله. قال لي جوج صورات، قال لي جوج صورات، قالت لي الرحمن والواقعه. تبارك الله. وعندي الخميس اللي كنحفظ فيه، دابا واحد الاخت باغا تعمر ديك الخميس، انا قررت نسحب، واش غيبقى عليا شي ذنب الا ما حفظتش استاذ ديك الصور اللي باغا ديك السيده اللي ماتت؟ واخا لا باذن الله. وسؤالي الاخر استاذ، كنت سولتك هذا 15 يوم وكتبت لي واحد الحلم على ولدي غلط، سمح لي واخا ماشي الموضوع. ولكن الحلم تفسر استاذ باللي اللي حلمت وانا وقع ليا، لان انا اللي تعرضت لواحد الحادث ثاني، تعرضت لهذه شي سيمانه دابا، وشتي ديك الحلم كما قلت لك، حلمت ولدي غرق وجاي ليا بابا بحوايجه وكيقول لي الله يرحمه. نعم. راه حلمت بحال هكا تحقق ليا استاذ، ولكن انا تعرضت للحادثه وباجا عندي قال لي صبري وراه دابا تبراي وهذه، يعني واش ولدي ما بقى عليه شي حاجه؟ يعني تفسر استاذ كيف حلمت وانا، ولكن تفسر المشكل وقع ليا انا. سبحان الله سبحان الله سبحان يعني الله. يعني دابا وكاك بقى بالي معلق مع الابن ديالي، ودعي لي مع استاذ الله يشافيه لانه مريض. الله يشافيه ويعافيه. الله يشافيه الله يحفظه ويرحمه. وسمح لي يا استاذ عزكم الله، جاوبني على هذه، واش يمكن لي نسحب حالي من الجامع؟ باذن الله. ما يبقى عليا حتى شي ذنب. واخا باذن الله. الله يتقبل منك. الله يحفظك لاله. وناخذ مكالمه ثانيه من اقليم طاطا مع الاخت لطيفه. السلام عليكم. لطيفه من طاطا. اذا ننتقل ربما للقرسيف مع الاخت اسماء. واه انا سيده اسماء، سيدي دكتور قريبان. اعزكم الله لاله، مرحبا. سيدي الله يجازيك بخير، الا ما تدعي معايا اولا في اخر الحلقه راني في واحد الضيق ما اعلم به غير سيدي ربي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الله يجازيك، الله يفرج عليك يا رب في القريب العاجل. كنستافدوا منك بزاف. اعزك الله لاله. الحلم ديالي يا سيدي غير البارح نمت راسي بحال راني ماشيه، راني غاديه للحج انا والوالد ديالي وشي ناس ما كنعرفهمش شكون هما. نعم. وغادي للحج ولابسه واحد الدكشيطه زوينه، ولكن صدري عريان وكسميتو وشعري عندي واحد الشعر، وبان لي بلي عندي واحد الشعر طويل وحتى شعري عريان رغم انني متحجبه. نعم. وانا في ذاك الحلم غير راضيه بلي ما بغيتش بلي صدري عريان وراسي عريان. نعم لله. وحنا وصلنا للحج زعما، والوالد ديالي توفى، غير وصلنا للحج والوالد ديالي توفى، وانا كنبكي في هذاك الحلم، كنبكي بزاف مراره، وكنقول والله الا الوالد ديالي غادي يدخل للجنه، اقسم بالله انا الوالد ديالي غادي يدخل للجنه لحقاش احتاج للحج، عاد سميتو ربي بغاه اللي جا للحج وتوفى
وربي بغاه يموت هنا ويتدفن هنايا. ما شاء الله لا اله الا الله. وفي اخر الحلم وما عقلتش على باقي الحلم, ولي في اخر الحلم شي واحد من داك اللي شافني متازمه قال لي خصك ترجعي للمغرب. قلت ليه انا ما غاديش نرجع للمغرب حتى نحج ونؤدي جميع الفروض دياولي. نعم. واحد الحلم واحد اخر يا يا يا, يا دكتور كيراودني. نعم. كل مره. نعم لله. بالليل هذا الحلم هو ديما كان النمره سيف واحد الدار كبيره, وهذا الدار في كل حلم كتختلف لي. هاد الدار كبيرة وفيها بزاف تاع البيوت, ودوك البيوت كلهم مفتوحين على بعضياتهم. نعم. وانا كنبكي في هذاك الحلم. نعم. وكيسميتو كانت كي واحد المرة كتجي عندي وكتعطيني واحد الصباط, صباط وكسوة بنفسجية. نعم. وكتقول لي لبسيهم, وانا كنقول لها مانيش قادرة نلبس, ما عنديش الخاطر, راني عندي المشاكل بزاف, ما عنديش الخاطر باش نلبسهم. نعم. وهي كتقول لي غير تبعيني ولبسيهم وربي غادي يفرش. بإذن الله تعالى. نتمنى تفسر لي هذه الأحلام دكتور, وجزاك الله ألف خير. أعزكم الله لله. أكرمك. وما تنسانيش يا دكتور بالدعوات. يا رب الله يفرج عليك والله يرفع المقام ديالك, وإن شاء الله هذه الرؤى راه كتحمل بشارة ديال الخير بإذن الله الواحد الأحد. إن شاء الله دكتور. أكرمك الله لله. الله يعاون سيدي. شكرا. يلا. وغنتقلوا من قرسيف إلى إقليم فاس مع الأخت ماريا. الو السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما يكون باس بعدا عندك اولا. اعزكم الله لله. دكتور الله يخليك, واحد السؤال على الزكاه. نعم. انا كنت خدامه شحال هادي وجمعت واحد المبلغ قليل, وفتالي جلست ما بقيتش خدامه. دابا بغيت نعرف واش نبدا نهز من ديك الفلوس ونخرج الزكاه. نعم. على الباقي او شنو؟ واش هذاك المبلغ بلغ النصاب ديالو؟ لا واصل. نعم لله. وكنت كنخرج عليه غير دابا. نعم. ما بقاش عندي المدخول. واخا باذن الله تعالى. وحاجه اخرى. نعم. الله يحن عليك دكتور. استسمح واخا كتقولها لنا وتعاود. نعم لله مرحبا. الله يخليك. شفت واحد الرؤيه وما عرفتش شنو هي. نعم. حلمت الصبعان ديال الرجليه ديال اليمن ديك المنبت ديالهم ديك الشعر اللي فيهم. نعم. طويل وزعما جمعته بين يدي وقطعته. جزاك الله خف الله خيرا. الله يرحم الوالدين. واخا لا واخا باذن الله. اعزك الله لاله مريا. الله يحفظك ويبارك فيك يا ربي امين. وغنتقلوا من فاس الى اقليم الصويره مع لاله مليكه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كي دراس طيب لاباس عليك؟ حياكم الله لاله. اخويا كنشكرك بزاف على البرامج, احنا من المتبعين ديال البرامج ديالك. شكرا. الله يفتح عليك لاله. الله يكبر بك. عافاك هذه الاسئله واحد الحلم. نعم. بغيت نسول في الحلبه في رمضان. نعم. واش جائزه ولا لا؟ نعم باذن الله. والقنفذ واش حرام ولا حلال؟ واخا باذن الله. والحلم ديالي هو انني قبل رمضان في شعبان كنت صمت واحد 3 ايام. نعم. ومنين قمت باش نتسحر يلا حسيت كنتسحر كيأذن الفجر في 9 زعما ما كيأذنش عندنا حنايا في الدوار. نعم. ولكن هكاك بقيت شاك كنقول واش دايز ولا ما دايز هذا الصيام. نعم. وانني مني ناس كنحلم بانني كنجمع حوايجي وغادا نحج. ما شاء الله تبارك الله. عافاك. وبغيت ندير واحد الجد ديالي الله مات الله يرحمه. يا واحد الشهر مستعده ومره كنقرا عليه القران واش جائز ياك؟ اييه باذن الله تعالى. ايوا شكرا نصي طيب. حياك الله. اخويا بغيت واحد الطلب الله يحملك الوالدين, بغيت النمره ديالك. واخا مرحبا لاله ندوزك السطور يعطوها لك باذن الله. اكرمك الله لاله ملكه. شكرا. وغنتقلوا من الصويره الى سلا مع لاله فاتحه. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور كريدا كي داير بخير؟ مرحبا لاله. الله يجازيك بخير. عافاك عندي واحد 3 الحمات بغيت تكسر مني. الله يجازيك بخير. واخا لاله مرحبا. نعم. نعم. فقط انني والده بنيتو يا واحد ري عامر كل شي شويه غادي تردت يا والحليب ديالي كيقطر تبارك الله. كنقول سبحان الله انا كنقول بركه عليه وربي عطاني عاوتاني بنيتان. الحلمة الثانيه هو انني حلمت عندي جوج بنيتات وجوج توينيات. نعم. واللي كاين بحال هكا جات واحد السيده صاحبتي باركت لي وقالت لي شوفي تتقول لي بركه عليك ها ربي تبقى في عود وحده نبقاك جوج. الحمد لله سبحان الله. والحلمه وهذه الحلمه زعما شحال من مره كتكرر معايا زعما شحال من مره كنحلمها انني ولدت سبحان الله.
ونحن مثلا الله يجزاك بخير. كنحلمت راسي انني تحولت من الدار ديالي اللي كاريه فيها، يعني شحال من مره كنحلم هذه الحلمه انني تحولت من الدار ديالي، وكنبكي تنقول لهم انا ما بغيتش شي دار من غير ديك الدار ديالي، يعني تنقول لهم اي دار حطيتو لي انا ديك الدار طلحتها ولفتها، ويعني ما نقدرش نسكن في شي دار من غير هذيك الدار، انا هذيك الدار صافي ولفتها. وهذه الحلمه دكتور عطيتي شي 4 مرات انا كنحلمها ولا 5. نعم. وكنبكي في وسط الحلم ديالي وكنقول لهم انا بغيت هذيك الدار، وملي كنفيق تنقول الحمد لله انا باقا فيها. وفعلا دابا هذا الاسبوع جاو شي ناس شي ورثه ديالها وقال لك بغاو يبيعوها وهادي وهادي، وقالنا تخرجوا منها حنا ما يمكنش نخصص راه حنا كارين فيها وهادي ما شاء الله. وقال لك كارينا رخاص ب 1000 درهم يعني 16 عام هادي. المهم قلنا لهم حنا بالتويصله ديالنا بكلشي ما يمكنش لينا نخرجوا، الله يجازيك بخير يما تسترهم يلاه يرحم الوالدين. واخا لاله باذن الله تعالى. الله يحفظك لاله فاتحه. شكرا بزاف. شكرا الله. اكرمك الله. وغادي ننتقلوا الى اقليم اليوسفيه مع الاخت امل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب الله يجازيك بخير. السؤال ديالي هو ان العائله كتصدر منها سوء بزاف ما شاء الله، كثره الكلام القيل والقال لدرجة تأدينا بزاف ووقعوا مشاكل رغم أن الوالدة كتعامل معهم مزيان ما شاء الله. دابا هي رغم ذلك كتوصلهم يعني كتمشي عندهم وكل شيء، أنا وليت كنحبسها ما شاء الله. وفي نفس الوقت كنحس بالذنب، كنقول بحال زعما يعني عارفة من وصل لصلة رحم وصلها الله، ونيني مني كتخاتم عليا هي وكتقول لي علاش وليتي كدير بحال هكا وما كانتيش بحال هكايا، خاصك تمشي وخاصك تزوري وكتسمعي السي طيب شنو كيقول في إذاعة وهذا. مني كنمشي يعني كان اول ما كنشوف كنقول عفا الله عما سلف، كنشوف ثاني معامله سيئه منهم اولا كنسمع شي حاجه منهم كنعاود ثاني نحبس ما نبقاش نمشي. دابا انا بغيت نعرف واش نتعامل على هادشي كله ونولي نمشي رغم انهم كيقاطعونا وكي ما شاء الله كيقوموا بمعامله خايبه ولا ما نبقاش نمشي. واخا لاله باذن الله الله يصوم. السؤال الثاني الله يجزيك بخير هو مني كنكون نصلي كتجي بزاف الوساوس في الذهن ديالي، اول ما كنقول الله اكبر وكنبدا نقرا سوره الفاتحه اشياء كثيره كطيح في البال ديالي. نعم. هذا هو السؤال ديالي والله يجازيك بخير والله يوفقك عزك الله لاله. شكرا معنا. الله يحفظك لاله. شكرا اكرمك الله يا رب يا كريم. الله يحفظك لاله. شكرا جزيلا. وغنتقلوا من اقليم يوسفيه الى اكادير مع لاله خديجه. الو سيدي صباح سلام. صباح النور لاله. بارك الله فيك سيدي، كنشكركم على هذا البرنامج وعلى هذه المعلومات القيمه اللي كتفيدونا بها. على واجب لاله. سيدي عندي واحد السؤال حول الامانه. نعم. هذه سيدي واحد العامين كانت الوالده هذه عامين باش توفات. الله يرحمها يا رب. يا ربي امين. وخلات لي واحد الفلوس امانه. نعم. وهي ديك الفلوس قبل ما تموت الله يرحمها قالت لي صدقيها عليا كامله. نعم. واحد مبلغ كبير واتفقت انا وخوتي بانني غادي نصدقوها، ومع ذلك في الاخر رجع بان حسيت بخوتي بان باغي نحقهم، ومني سولنا الناس هذا الفقهاء وداك الشيء قالت بان ما يمكنش تصدقي عليها كل شيء ولات كتسال فقط حقها. نعم. وداك الشيء اللي درنا نيت صدقنا الحق ديالها اللي كيبقى لها هي، والباقي تفرغ كله على ولادها. نعم. وانا حاليا كنحس بالذنب لانني ما قدرتش نوفي بالوعد اللي عطيت الوالده ديالي وما صدقتش عليها كل شيء. ما شاء الله. دابا دائما عندي ذاك الاحساس بالذنب، واش زعما هذا الشيء اللي درت واش صحيح او لا ماشي صحيح؟ واخا لاله باذن الله لاله خديجه. بارك الله فيك سيدي ودعي معانا زعما ما نكونش درت شيء، نطلب لله بانني ما نكونش درت شي حاجه اللي هي باذن الله تعالى يا رب يا كريم. الله يتقبل منكم يا رب والله يرحمه ويسال الرحمات. بارك الله فيك دكتور بارك الله فيك شكرا الله يرحم الوالدين. بغيتك غير تفيدني باش ما نبقاش كنحس بهذا الذنب اللي لان ما درتش داك الشيء اللي قالت لي كله. باذن الله تعالى باذن الله. بارك الله فيك سيدي شكرا الله يرحم الوالدين. اكرمك الله لاله. ثم ناخذ اخر مكالمه من ستات مع السي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. درت طيب لاباس عليك. حياك الله اخي. هاني ولله الحمد. واحد واحد الموضوع ديال واحد الشده ديالي. نعم. مسكينة هي كبيرة السن. نعم. عندها شي 100 عام وملي كتبغي تصلي. نعم. كيوقف عليها الجن وكيطيحوها وتمرض واحد 7 ايام. ما شاء الله.
وتمنينا السي طيب تدعي معاها والله يا رب يا كريم الله يشافيها ويعافيها يا رب. والموضوع المشكل نعم كطيح في ايام 8 ايام ما كتاكل ما والو ملي كنسولو كتقول لك راه كيجيبوا لي اللحم ويجيبوا لي كل شيء وين هنا هنا على الصاله ما شاء الله ما شاء الله. دعي مع السي طيب الله يجازيك بخير يا ربي الله يشافيها ويعافيها يا ربي يا كريم. وكنشكروك على هذا البرنامج عندك راه طيب وهذا البرنامج راه طيب الله يكرمك اخويا شكرا لك عزك الله حياك الله سعيد الله يكرمكم سيدي وان شاء الله تعالى نبقى مع فاصل قصير في ذكر الله تعالى ثم نعود للجواب عن هذه الأسئلة فابقوا معنا مع طيب الكريبان على ميد راديو على ميد راديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الأفاضل أشكركم أولا على تواصلكم وأبدأ باختصار بالإجابة عن الأسئلة. أم ياسين هي صديقة وفية للبرنامج وتقرأ القرآن الكريم في المساجد. هنيئا لك أولا أن الله عز وجل اختارك واصطفاك بأن تعلمي النساء القرآن الكريم وتثبتي الحفظ في الصدور فهذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. هنيئا لك. السيدة اللي هي طلبت منك أنها تثبت 4 ديال السوار لكن أدركتها المنية وماتت في عرفات هنيئا لها ثبت لها الأجر والثواب. وخير مثال هو أن وفاتها كانت في عرفات يوم عرفات. أنت الآن هذه أمانة قد لك تثبتي لي 4 ديال السوار وأنت وافقتي تثبتي ما تيسر وبقى لك ما تيسر. ماشي المطلوب انك غتثبتي في نفس المسجد الى عندك مشاكل داخل داك المسجد راه ممكن تقومين بالتثبيت في غيره من المواطن. اذا لقينا واحد المكان عندنا فيه بعض المشاكل نتركه ارض الله واسعه فغير انسان يقول يا بسم الله وغادي يلقى ما هو افضل وما هو احسن. فانت ممكن تاخذي نساء اخريات وتقومي بتثبيت تحفيظ هذه الصور المتبقيه في مكان اخر غير ذلك المسجد وربي غيتقبل منك وينفع بك الكثير من عباده الصالحين. الرؤية اللي شفتي ديال الولد ديالك بانه غرق وانت من بعد وقال انك انت اللي تعرضتي للحادثه ان شاء الله تكون هذه اخر الاحزان. لماذا؟ لان بعض مرات الام كتشوف بان ولدها غادي يغرق وغتصيب مصيبه يعني كيبان بان الرؤيه بان ولدك لا قدر الله غيتعرض للهلاك. الام قد قلبها منشغل وكتطلب الله تعالى فالله عز وجل نقل ديك المصيبه من الابن فلده الكبد الى الام فيكون باذن الله تعالى هذا الانتقال هو كفايه ونهايه من المصائب ومن النكبات. فالله عز وجل برحمته الواسعه كنقول اللهم تجي في انا ما تجي في ولدي وربي سبحانه ربما قلنا هذا الدعاء من الافضل نقول يا رب تنجيني وتنجيه وتنجى جميع المسلمين. فالله يجعل اخر الاحزان والله يحفظك الوليد ديالك وراه الرؤيه خرجات بالتاويل لك انت دون ابنك. الله يحفظكم ويرعاك يا لاله. الاخت اسماء من قرسيف كتقول انا عندي واحد ضيق شديد يا رب يا كريم الله يفرج عليك وعلى جميع المسلمين اللي عنده الضيق الكثير اكثر من الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إلا كنت يا لالا أسماء كتشعري بهذا الضيق فإن الرؤى المنامية اللي شفتيها كتحمل بشارات بأن الخير جاي. حلمتي بأنك كتمشي للحج أنت والوليد ديالك ولبستك شيطة هذه في حد ذاتها بشارة طيبة. اللي حلم غادي للحج رأى إن شاء الله تعالى سوف يأتي إليه لأنه يناديه أو على الأقل أنه غادي يكتسب الأجر والتواب ديال الحج والعمرة. حلمتي لبستك شيطة بمعنى صحة وعافية جيدة ربي غادي يكرمك بالصحة لأن اللباس في المنام هو صحة وكونه جميل هاتك شيطة يعني صحة وغنى. لكن شفتي شعرك طويل صفة طيبة الشعر الطويل كيقول العلماء هو إنسان عنده عواطف وعنده إحساس طيب مع الآخرين كيبغي يتواصل مع الآخرين. لكن الشعر عريان والصدر عريان
يعني بين واحد التفريط في جانب من الجوانب ديال الحياة ديالك، واحد جانب ضيق لابد أن تنتبه إليه حتى تكتمل الصورة الطيبة. قلت بأنك وصلت أنت والأب ديالك للحج وتوفي هناك، بمعنى أن الأب ديالك غادي يكون عمره طويل بإذن الله. ثم أن اللي كيشوف في المنام أنه توفي في الحج، بمعنى أن الله تقبل منه حجته أعظم قبول. وقلت بأنك بديتي كتبكي، والبكاء في المنام فرح وسرور وابتهاج. وقلت بأنك تقسمي بأن أباك غيدخل الجنة، فاللي قسم في المنام بواحد شيء معين وقع كما أقسم، لأن القسم كيكون كأنه تقرير لحقيقة، فهذه بشارة لأبيك بالجنة. ثم حلمت الحلم الثاني بأن عندك منزل كبير، اللي كيحمل بأن عنده منزل كبير معنى أن ساعة الفراج قربت، ذاك الضيق اللي في النفس وذاك الهم والغم سوف يزول، المنزل الكبير فسحة عظيمة يعطيه الله تعالى للعبد المؤمن، البيوت مفتوحة يعني أن أبواب الرزق وأبواب الخير كلها سوف تفتح بين يديك. وكتشوفي بأن البيوت مفتوحة بعضياتهم، يعني ربي غيفتح لك فتحا مبينا بينك وبين الآخرين. وانت ما زال كتبكي، بمعنى الفرحة والسرور سوف تدخل إلى بيتك بإذن الله. شفتي واحد امرأة عطاتك واحد الكسوة وصباط بنفسجيين، وانت قلتي أنا حزنة، يعني أن العطاء في المنام خير، الكسوة صحة وعافية وسترة، والصباط صلة رحم، وكلك يدل بأن الهم ديالك راه قريبا سوف يزول. حنا إلا صبنا الهم ما نشعروش بالحزن، راه بعض مرات الهم رسالة من الرحمن وفيه خير عظيم. كي كل عبد المؤمن عنده مقام في الجنة لا يدركه لا بصلاته ولا بصيامه ولا بحجه ولا بعمرته ولا بصدقته ولا ببره لوالديه ولا بصلة لرحمه، فالله تعالى كيسلط عليه الأوجاع والأسقام والهموم والكروبات حتى يصبر ويحتسب، وكيبقى يدعي يا رب تفرج يا رب تفرج، وربي ما زال ما فرج. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لجبريل: يا جبريل لا تقضي حاجته فإني أحب أن أسمع دعاءه. فنكتر من الدعاء دوما ورا كل خير وكل ربح وكل رزق، فلالا أسماء الله يفرج عليك في القريب العاجل، واطمئني فإن الفرح العظيم جاي في الطريق وغيكون السعادة الكبرى بإذن الله من حيث لا تحتسبين يا كريم. الأخت ماريا من فاس كتقول: أنا كنت نخرج الزكاة وكنت خدامة، لكن الآن انقطعت عني العمل، هذاك المال اللي كنت نخرج فيه الزكاة بقي عندي، واش نعاود نخرج فيه الزكاة أم لا؟ طبعا عندك المال إلى بلغ النصاب، والنصاب كما قلنا هو 85 غرام ديال الذهب، يعني بالقيمة ديالنا حوالي 2,700,000 درهم. هاد المقدار هذا هو النصاب ديال الزكاة. إلا كنت كتملكي ملكا حقيقيا ومر عليه الحول، دازت عليه عام كله هو محطوط مدخر، هاد المال هذا كتوجب فيه الزكاة. إنسان ما خصوش يخلي المال محطوط، خاصو يروجه مخافة أن تأكله مال الزكاة، لهذا الإسلام دعانا إلى العمل، دعانا إلى الإنتاج. ياريت لو كانوا الناس صادقين، بعضهم عندهم المال وبعض الناس عندهم الجهد، ويخدم هذا مع هذا وتكون حفظ الأمانة، ومن اللي يربح هذاك التاجر يرد الفلوس لصاحبه ويخرج فيه الزكاة. للأسف كنلقاو بأن المجتمع ديالنا قلت فيه الأمانة، كاين الناس عندهم الأموال ولكن مراد أو متعبين أو ما عندهم خبرة وبغى يروجوا الأموال ديالهم، وكاين ناس آخرين اللي هما عندهم الصحة والعافية والمهارة والخبرة وخاصهم السيولة. لو كانت الأمانة وهاد الناس خذوا المال من عند هؤلاء وروجوه وربحوا وربحوا المجتمع وشغلوا معهم الناس، من بعد يردموا الأمانة لصاحبها، وأنا ذاك يبقى الخير يعمل الجميع. لكن للأسف كنلقاو بأن اللي أعطى فلوسه، كاين هناك بعض الناس كياكلوا حقوق الناس وكيضيع الفضل وراس المال. فكنقول الأخت ماريا بأن هذا المال مادم أنه فيه النصاب قرب 3 مليون، خاصه دائما تخرج فيه الزكاة، لأنها هكذا هو الواجب. أما الرؤية المنامية، شفتي بأن عندك الأصابع ديال رجليك فيهم شعر طويل وقطعتيه، الشعر في الأصابع بمعنى انتك تكدير صلة الرحيم مع بعض الناس، وهذه صلة الرحيم كانت سبب في الرزق الوفير عندك، لكن ربما وقع لك شي مشاكل وقطعتي صلة الرحيم مع بعض الأحباب،
وهذا أمر لا ينبغي أن يكون. ربما إن شاء الله تعالى أعيدي حساباتك وصلي رحمك مع العائلة والأحباب وترجعي للعمل ديالك، وربما يفتح لك الله عمل أفضل من الأول. فقطع صلة الرحيم هو كيؤدي إلى قطع الأرزاق، ونسأل الله تعالى السلامة والعافية. نبقى مع على ميد راديو. على ميد راديو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبابي في الله، نستمر في الإجابة عن الأسئلة. الأخت مليكة من سويرة كتقول: ما حكم الحلبة في رمضان؟ ناكل الحلبة في رمضان؟ طبعا الحلبة هي نبتة طيبة مباركة فيها فوائد صحية كثيرة ومتعددة، لكن عندها واحد الريحة كريهة، فاللي كلها في رمضان لا حرج عليه، في حين أن بعض المأكولات اللي كلها خصو يتجنب المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة، ويعني الفرات والبصل، قال: فليتجنب مجالسنا. لكلا البصل أو التوم أو الفجل، قال: فليتجنب مجالسنا. العلماء قالوا المقصود أي طعام في رائحة كريهة يؤذي الآخرين، فالإنسان إذا استعمله يتجنب المجالس العامة، المساجد خصوصا. وألحقوا بها كذلك اللي مثلا من غير طعام، لكن لباس وسخة أو الجوارب تقاشر في ريحة كريهة يمشي الجامع ويؤذي الآخرين، من الأفضل يتجنب المسجد، يتجنب مجالسنا. فالحلبة حتى هي من هذا النوع، حتى هي ربما واحد النبتة ملي كناكلوها كتخلي واحد ريحة كريهة، لكن ينصح بأنها تدار في واحد الإناء ديال الماء وتشربوا الماء ديالها أو تقلى، ولكن هي حلال. أما القنفذ هو حلال، هو كباقي الحيوانات التي سخرها الله للعباد، لكن الحرمة كتجي في طريقة الاستفادة منه، كل اللي يخنقوا كل اللي يذبحوا واحد الذبح اللي هو يا غريب، فلكن الذبحة طيبة فهو حلال طيب ويستعمل أيضا للدواء. كتقول أخت مليكة من السويرة أنها في بعد رمضان كتصوم شعبان، صمت واحد 3 أيام، وكان ديك الساعة الفجر قرب يودن، كتاكل وهي تسمع التلفزيون في الأذان، وبقى عندها الشك، واش هاد الشك صائب أم لا؟ طبعا أنت هي في السويرة والأذان في الرباط، وطبعا بين السويرة والرباط بضعة دقائق، فإلا كنتي سمعتي الأذان ديال الرباط وتوقفتي عن الطعام راه ما عليك والو، راه مازال الوقت الرسمي الشرعي داخل السويرة باقي ما دخلش، فإن شاء الله تعالى صيامك صحيح ولا مجال للشك. وكتقول: حلمت أنني ذاهبة للحج. نعم، اللي كيحلم راسو غادي للحج بمعنى أن الديار المقدسة تناديه، غادي يجي يوم من الأيام وغادي يمشي. ما يقولش الإنسان أنني فقير ما عندي فلوس أو أنني متعب ومسجون بالعمل ديالي، لا، إلا بغى ربي سبحانه وتعالى وأمره بين الكاف والنون، يقول كن فيكون، كل شيء يحضر، يحضر المال والصحة والعافية والفراغ ديال الوقت، كل شيء يحضر. فاللي يحلم بأنه ذاهب إلى الحج فإن الديار المقدسة تناديه. وكتقول: جد ديالي ميت، واش نقرأ القرآن الكريم؟ نعم، الأموات ديالنا نتصدقوا عليهم بالمال، نكتوا عليهم الدعاء، ولما لا نقرأ كلام الله تعالى ونتصدق بتوابه. تواب العبادة أيضا يصل على أرجح الأقوال عند العلماء، يصل بحسن النية والظن في الله تعالى. فنقرأ على جدي القرآن الكريم ونوي التواب ديال هذه القراءة يمشي لعنده، ورب سبحانه وتعالى لبغى راه يقسم بيني وبينه ذاك التواب، ياخذ نفس النصيب معايا وناخذ نفس النصيب معه. الله يرحم الجميع. الأخت فاتحة من سلا كتقول: حلمت ولدت واحد البنية ورضعتها بالحليب، وكان تديك يقطر ديالي بالحليب. هذه بشارة طيبة، اللي كيحلم ولد بنت بمعنى أنه كان في أزمات وربي غادي فرج عليه فرج عظيم. الولادة هي فرج، كنخرج من ذاك الحمل الثقيل إلى الانفراج، لكن إذا كانت بنية غادي يكون رزق وفير غادي يجيك، فأبشري بأن الله تعالى غادي يعطيك الفرج القريب وغادي يعطيك الرزق الوفير. والحليب كيقطر بمعنى غتبقي انت فرحانة وغتشكري الله تعالى لهذه النعمة، الحليب اللي كيقطر من تدي معناه الحنان ومعناه العطاء، غتبقي انت شاكرة للنعم. وحلمتي مرة أخرى بأن عندك بنتين توأمين، يعني رزقا غادي يكون مضاعف بإذن الله تعالى، فأكتري
من الخيرات فأنت تسيرين على الطريق المستقيم واصلي المسير، هذه بشارات ديال الخير. حلمتي بأنك غتحولي من المنزل اللي انت ساكنة فيه وكتبكي، البكاء كما قلنا هو فرح وسرور. انتما أكيد عندكم أزمة كاريين، الوالدة تطلبوا بحقهم، لكن إنسان كرا مدة طويلة ساكن في واحد المكان راه كنكونوا علاقة عاطفية مع ذلك المكان. راه كيقول الشاعر قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، المنزل كيعود فيه ذكريات طيبة من اللي كنتحولوا معاه، راه الجذور ديالنا والذكريات الجميلة والأحاسيس الطيبة والأيام الرفيعة كلها تزول. فربما هذا الهم اللي عندك الآن سوف يزول بإذن الله. نتمنى الله تعالى أن هاد الورثة تفهموا معهم بالطريقة القانونية المعروفة، نزيدوا شيء من الكرة، نديروا شيء وسائل أخرى ديال المودة وديال التفاهم، وربي سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب التيسير. إلى ما كتب شيء راه الله عز وجل إذا أغلق بابا فإن بإمكانه أن يفتح أبوابا أعظم منه خيرات وبركات. يقدر يكون شيء بيت آخر غتسكنوا فيه كان من أهل الصلاح في القرآن الكريم وفي الأخيار والأبرار، إن شاء الله تنتقلوا له بإذنه سبحانه وتعالى. الأخت أمل من اليوسفية كتقول بأن العائلة ديالها صدر منها القيل والقال والسوء للعائلة للأسرة ديالها، ومع ذلك الأم ديالها امرأة فاضلة، امرأة كتمشي كتصل للرحيم. علاش؟ لأن هذه الأم عارفة الأجر والتواب ديال صلة الرحيم. احنا قلنا بأن صلة الرحيم راه ماشي يزورونا ونزوروهم، لا، الصلة الحقيقية كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، قال أن تصل من قطعك، داك اللي قطعك وداك اللي أساء إليك بالكلام واللي ربما أخذ حقك ومع ذلك كتقول له داك الشيء كله غير هم الدنيا. الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. الرحم مشتقة من الرحمن، من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله. إلا كانوا هاد العائلة دولكم رزقكم الورث أو غير ذلك، فربي يقدر يرزقك ما هو أعظم من ذلك، يطرح لك البركة في الأولاد ويخدموا ويمشوا ويحصدوا ويجيبوا لك. إلا كانوا هاد العائلة أدوك في الكرامة ديالك، فالله تعالى قادر يعطيك العزة بين الخلق والرفعة، فما نحسبوهاش هكذا، نعتقد بأن الله تعالى عظيم وكريم. انت اختي امل حاولي ما امكن قولي كذلك عفى الله عما سلف وزوريهم ولو غير بالقليل، الا شتي بانك النفرة على الاقل اديتي الواجب، سجلتي نقطة لصالحك والله يجمع الشمل. اما كتقولي بانك كتصلي وكتشوفي الوساوس في ذهنك، فكاع الناس اللي كيصليو عندهم وساوس في ذهنهم، لكن كاين اللي كتكثر عنده بزاف لانه مهموم بالدنيا ومشاغلها، فكتحضر جميع المشاغل في الدنيا غير كيقول الله أكبر، كيجي إبليس كيقول لي أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، وكاع اللي غابر كيحضر. فلهذا قبل ما نصلي ونتوضا ونذكر الله تعالى ونستغفره وملي نقول الله أكبر، نعتقد بأن الله أكبر من المشاكل والهموم، وأكبر من العمل، وأكبر من الأولاد والزوجة والأحباب، الله أكبر من كل شيء. ونحصر الفكر ديالي ونصلي، وكل ما الفكر ديالي مشى نعاود نجيبه وندرب عليه حتى يعطيني الله تعالى الخشوع في الصلاة. ومتى أعطاني الله الخشوع في الصلاة أعطاني الخير العظيم والصحة والعافية والرزق الوفير. الأخت خديجة من أكادير كتقول الأم ديالها أعطتها واحد المال قالت لي هذه أمانة غتصدقي عليا كامل، لكن هي تأخرت في الوقت والأم انتقلت الى الرفيق الاعلى، داك المال ما بقاش ديال الام ولا ديال الورثة خوتها قاتوا لها نقسموه، فقسموا بعضياتهم للذكر مثل حظ الانثيين. فهي قالت لي تصدقي عليه كله، الان الورثة اصبح حقهم لان المال ملي تعطل ما بقاش من حق الام. اكيد ان الورثة غادي يكون ربما يقدر يكون تما من الفقراء، فهو اولى، هم اولى بذلك المال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الصحابي الجليل ابن مسعود قال لي عندي المال، قال لي تصدق به كامل، قال لي لا، قال لي الثلث والثلث كثير، قال لي لا ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. فاذا كانوا اخوتك فقراء او على الاقل غير مستورين شويه، فالمال اذا انتقل لهم من مصلحتهم خير من ان يمدوا ايديهم للاخرين. وان شاء الله الله تعالى كيتعامل معنا بالنيه، انما الاعمال بالنيات. انت نويتي تصدقي المال كله على الام ديالك لكن ادركتها الوفاه، فالفلوس خصهم يمشيو للخوت لان ارث ديالهم حقهم، والان انت نيتك صادقه
وربي سبحانه وتعالى يؤدي عنك، واكيد امك تكون راضيه والله راضي عنك، ولا داعي للشك ولا للشعور بالذنب، فان الله تعالى غفور رحيم. واكثري عليها بالصدقات، واكثري عليها بالدعاء، واكثري عليها بصيام النوافل وقيام الليل، وتوابها يصل اليها، وغتكون ان شاء الله راضيه عنك باذن الله سبحانه. اخر سؤال، الاخ سعيد مصطاط كيقول جدتي عندها 100 عام كتصلي، وكيقول كيوقف عليها الجن وكتمرض ايام وليالي، كيعطوها الطعام ما كتبغيش تاكلو، كتاكل كتقول لهم راه كيجيبوا لي اللحم. فعلا كاين بعض الناس الذين يصابون بالمس الشيطاني، يتسلط عليهم الارواح الخبيثه في، وكاين هناك ربما مرض زهايمر وربما مرض عقلي. على كل حال هذه الجده هي مرفوع عنها القلم، لان الانسان اللي كيكبر وكيوصل من الكبر عتية رفع عنه القلم، فإلى صلات أو ما صلاتش راه بالنية ديالها ربي غادي يغفر لها. فانتما قرأ عليها القرآن الكريم، خذ واحد الإناء ديال الماء قرأ فيه ما تيسر من كلام الله، خصوصا سورة الفاتحة وآية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتشرب منه، وإن شاء الله الجن من اللي كيشوف ذاك الماء في الجسد في هذا القرآن الكريم يفر من الجسد وتشفى بأمر الله. أحبابي في الله، أضرب لكم موعد إن شاء الله مع الساعة 2:30 في برنامج قلوب رحيمة، سوف نكون في منطقة التشارك لمساعدة المجموعة من المرضى الذين محتاجون إلى عمليات جراحية، وأطلب من المحسنين أنهم يجيوا ويشرفوا على العمليات بنفسهم، غيكون عندهم أجر وتواب أعظم بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، يا رب نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وشافي مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب نحمدك ونشكرك على أمطار الخير والبركات، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.